بلادنا مبذرة، كلنا بنرمي الأكل اللي بينفع ما ينكبش، عرب ويهود. يمكن هاي أخرى دليل على إنه من النهر للبحر كلنا بشر، بس كل مجتمع له مميزات التبذير والإهدار تبعته. الشغلة بدأت إني أنا كنت عند ناس معزومة على الإفطار برمضان، وبعد ما خلصنا الإفطار للأسف الشديد هاي العائلة كاموا كب كل الأكل اللي ضل من ورانا، وأنا سألت ليش وممنوع نكب وهين، فجوابهم كان إنه مش بتاكلش ثاني يوم. فبالصدفة سبحان الله بنفس اليوم أنا رحت عند أهلي، كنا قاعدين مرة واحدة كان دب الصوت بالحارة، فطلعنا نشوف شو المشكلة. طلع إنه في جيرانهم متكاتلين الأبو مع الأم على إنه فيش أكل، والأم بتطلب من الأبو روح استقرض، روح خذ من هين، روح من هنا، بدنا أكل، بدي أطعمني أولاد. من هاي اللحظة أنا بديت بسيارتي، بديت أروح أخذ الأكل من عند الناس، بديت أدور على عائلات اللي محتاجة أكل كل يوم. رمضان أكثر كمية بتنكب عنا بالبلد وبكل البلاد العربية، بكل الدول العربية، حتى فترة الصيف فترة العروسات. العيلة العربية بتصرف 24% من مصروفها الشهري على الأكل، بس ثلث هذا الأكل ولمرة رح ينأكل ورح ينكب بالزبالة. القاعات بيكون عندهم ثلاجات موجودة، فهم بحطوا بالثلاجة للصبح، خلال الصبح إحنا بنروح بناخد كل الأكل. في ناس كثير بيحطوا ماء سبيل، احنا حطينا الثلاجة هون سبيل، وانا بحث الناس وبطلب منهم بشكل شخصي تعال حطوا بعلبة للأكل، لو ضل صحن حطوا بالثلاجة هاي. في كثير ناس عابرين سبيل اللي بيفتحوا الثلاجة بدون ما حدا يشوفهم، بدون ما حدا يعرفهم، وبأخذوا الأكل. فإحنا متعاقدين مع كامل واحد اللي عنده مزرعة دجاج، فمنودي لهم الرز هذا خصوصا للدجاج، بأخذنا. واللي فيه عندنا خبز كمان بيوصل ناشف، مرات كثير بيوصل خبز ناشف اللي برضه منوديه للحيوانات. مهم جدا إنه ما نكبش الأكل ولا مرة. أول إشي ناحية دينية حرام نكب الأكل، حرام على البيئة، مش ناقصها زبالة. العطاء جدا مهم من ناحية اجتماعية، التكافل الاجتماعي هذا مهم جدا، إن إحنا عارفين إنه في ناس ثانيين عايشين على هذا الكوكب.